أول ما أصحى أشيك على الإنستغرام والسناب شات والسوشيال ميديا كلها، وأحاول بعد أفتح الإيميل وأرد على كل الإيميلات. وللفطور اليوم بما انه الصيف يعني قررت اسوي شيء منعش، فاضفت فواكه مجمده وبالنهايه اضفت ماي وخلطتهم بالخلاط. واضفت بالنهايه فواكه وبكويت. بعدها فتحت الجورنال حقتي وقعدت أتأكد من الأشياء اللي المفروض أسويها اليوم وعشان ما أنساها يعني. بعد ساعة تقريبا أبدأ أصور سناب شات، يعني أتكلم على سناب شات تقريبا كل يوم أصور سناب شات، وهذا من الأشياء الممتعة اللي أسويها بيومي. بعدها بساعتين تقريبا اختار لبس لليوم، فهذا اصعب شيء باليوم اسويه اني اختار لبس، بس يعني بالنهايه الموضوع يضبط. الحين صار وقت الميك اب، احب احط يعني شيء مره بسيط وخفيف. فاول شيء كفاونديشن استخدم هذا من ان واي اكس اسمه ستيم اب ان افلات، مره حلو ومات مره، فاستخدم على كل وجهي واستخدم مع بيوتي بلندر. وللشادو استخدم ميت مات، استخدم هذا اللون اسمه مات وود، مره رائع هذا اللون. وللمسكرة استخدم بتر ذا لاف من تو فيست، هذه المسكرة رائعه جدا. وللحواجب استخدم هذه الاي براوز كيت من ذا بودي شوب، استخدم اللون البني على حواجبي. وكراج يعني استخدم هذا من لايم كرايم اسمه كشمير. بعدها استخدم هذا اللون من ذا بودي شوب، وبالنهايه استخدم هذا الميك اب سيت من الف ابخ على وجهي يعني مره رائع. وقبل ما اطلع استخدم عطر، فاليوم استخدمت هذا من ذا فيس شوب. وهذا كان كل شيء للروتين اليومي، شكرا للمشاهده.